هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد الزيارة الرسمية. أجرى سموه خلال الزيارة مباحثات تناولت العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعم وتعزيز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا موضع اهتمام البلدين الشقيقين. كان في وداع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى مغادرته أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أصحاب السمو والسعادة وكبار المسؤولين.